في صباح يوم من أيام الشتاء القارس، تجمعت الأرانب الصغيرة في ساحة فسيحة وسط الغابة واستعدت للدرس. وقال صافان: اليوم سأقص عليكم قصة المشرقة. القصة يا أصدقائي بعنوان أنيسة وأنيس. بدأ المعلم الصغير يروي القصة والبقية ينصتون بإمعان. القصة يا أصدقائي بعنوان أنيسة وأنيس. يحكى أن عنزة تسكن مع صغيرها أنيسة وأنيس، وكانت تحبهما حبا كبيرا، وكلما خرجت إلى الغابة تبحث عن الطعام والرغبة الطريق، أبسطهما بإغلاق الباب جيدا خوفا من الحيوانات المفترسة. ذات يوم خرجت لعنزة أم قاعدتها لتجلب القوت اللذيذ، وفجأة: الآن سأرسم لكم مشاهد تعبر عن المقطع الأخير وتساعدنا على استشفاء نهايته. التفت صافان إلى السبورة وبدأ يرسم بإتقان، وفجأة سقط صافان على الأرض. صاحت الأرانب بصوت واحد: لقد فقد وعيه. أسرعت شهلولة نحوه وقربت قارورة عطر من أنفه لعله يستعيد وعيه. وأما نمرود فرش وجهه بالماء، وأما طميرة فأخرجت الهاتف من جيبها واستدعت طبيبة إلى الغابة. ألو يا سيدتي، كيف حالك؟ بخير، من المتكلمة؟ أنا طميرة، هل يمكنك الحضور حالا إلى وسط الغابة؟ صديقنا صافان فقد وعيه. سأتي في الحال. بعد قليل جاءت الغزالة في ثوبها الأبيض، وفحصت المريضة وجست نبضه وسمعت دقات قلبه وتفحصت حلقه وأنفه وأذنيه. شخصت الطبيبة الداء وقالت لصافان: لا تخف يا ولدي، ستشفى بإذن الله. ثم كتبت له وصفة الدواء وخرجت. أخذت بسبوسة الوصفة وقرأتها: حليب دافئ، ثلاث جزرات طارية، خاصة شهية، حفنة قمح نقلي. تجمعت الأرانب حوله وهتف: الحمد لله على السلامة، والصلاة أشعر بتحسن. قدمت الأرنوبة الصغيرة وقالت: تعلم صافان درسا لم ينساه، وأصبح يحرص على تناول غذاء صحي يقيه من قساوة الشتاء.